عن دولة القانون والسيادة الوطنية والدولة المدنية. مصر كانت منذ فكر التاريخ دولة قانون ومواطنة، دولة علم وثقافة وحضارة. حوار مع المفكر القانوني الكبير الدكتور مفيد شهاب. يعني إيه دولة مدنية من وجهة نظر حضرتك؟ أنا لا أتعامل كمؤسسة مع مواطن ولا مؤسسة مع مؤسسة من منطلق نظرة دينية. وعن القانون الدولي واسترداد الحقوق بالتفاوض. كنت أعد في عملية المناقشة وصولاً إلى التحكيم الدولي في طابة. كل واحد دارس الموضوع دراسة متعمقة فبيتفاوض من منطلق قوة. أسئلة الساعة وملف جديد في حديثنا من مصر. حديث العرب من مصر الخميس 7 مساء على قناة مصر الأولى.